وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. مشاركتي في هذه المسابقة شاركت في المستوى الأول حفظ 18 جزءا من كتاب الله عز وجل، وأتقدم بالشكر الجزيل لمشرفي هذه المسابقة وجميع القائمين عليها، وأشكر أصحاب الأيادي البيضاء الذين ينفقون أموالهم لأجل كتاب الله عز وجل، وصدق فيهم قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إحنا قال المشارك في المستوى الثالث اللي هو حفظ 6 أجزاء. أولا نشكر القائمين على المسابقة وأسأل الله التوفيق لجميع المشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاركت في مسابقة القرآن الكريم وأدعو الله أن يوفقني. اليوم بدأنا في مسابقة قريات القرآن الكريم بعد توقف دائم لسنتين بسبب أوضاع الجائحة، والحمد لله رب العالمين. انطباعي أنا كرئيس لهذه اللجنة من أعداد المشاركين ومن اللجنة التحكيمية ومن التنظيم بشكل عام، سواء من لجنة الذكور ولجنة الإناث، تنظيم جدا ممتاز. في البداية أن أشكر الجهة المنظمة التي قامت على تنظيم هذه المسابقة المباركة، والذي يظهر لي أن يعني هناك توافق كبير جدا في كل ما شاء الله أركان إنجاح مسابقة القرآن الكريم، من حيث اختيار الوقت وكذلك من حيث اختيار المكان.